لطيفة هنية عليكم السلام. والحروف القمرية رشيقة سخية بروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم عزيزات الطالبات طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من دروس لغتنا الجميلة لغتنا العربية. أطل في الصباح وأنشر الضياء وأوقد. عزيزات الطالبات، كما تعودنا لابد من قراءة رؤية المدرسة في بداية كل حصة، فهيا بنا نقوم بقراءة رؤية مدرستنا. إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. عزيزات الطالبة، لابد أن نتحلى بالأخلاق الكريمة والحسنة التي نتصف بها والتي وصفنا بها ديننا الإسلامي، فعلينا أن نتحلى بها مثل الصدق والأمانة والإخلاص ومساعدة الآخرين. للسعي والنجاح لمنتهى الرخاء في عالم الزحام. هيا بنا نبدأ في تهيئة درسنا لهذا اليوم، ولكن في البداية هيا بنا نتذكر حروف الجر. هل تتذكرون حروف الجر؟ نعم، حروف الجر جميلة جدا، هي في وإلى من وعلى الباء واللم والكاف وعن. والآن هل تذكرتم حروف الجر؟ نعم، فهيا بنا نتذكر فدرسنا اليوم يتحدث عن هذه اللام، هذه اللام التي توجد في حروف الجر، درسنا اليوم يتحدث عنها. فيا ترى ما قصة هذه اللام؟ قصة هذه اللام أنها تسمى عندما تدخل على الكلمة المعرفة بالأل بتسمى باللام المزدوجة. فنحن اليوم في مهارة الإملاء في الوحدة الثانية درس اللام المزدوجة. هيا بنا نتعرف في البداية على أهداف درسنا لهذا اليوم. أن تكتب الطالبة ما تمليها عليها المعلمة كتابة صحيحة. هيا بنا نشاهد هذا التدريب العلاجي. التدريب العلاجي، قومي بإحضار الدفتر والقلم وسجلي معي هذا التدريب العلاجي. أدخل حرف الجر اللام على الكلمة التي تحتها خط. هيا بنا نقوم بإدخال حرف الجر اللام الذي تذكرناه منذ قليل على الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتي. أول كلمة الصيف. الكلمة الثانية الليل. من تقوم بإدخال اللام على هذه الكلمات؟ أنت يا حبيبتي، تصبح الكلمة هنا تصبح للصيف، قومي بكتابتها. لاحظي معي هنا كلمة للصيف، قمنا بإدخال اللام الجرة على كلمة الصيف فأصبحت للصيف، وهنا كلمة الليل قمنا بإدخال اللام الجرة عليها أصبحت للليل. لاحظي معي هنا وضعنا الشدة على حرف الصاد، أما هنا وضعنا الشدة على حرف اللام. فهيا بنا نتعرف على قصة هذه اللام المزدوجة. هيا بنا لاحظي معي هذه الكلمات وسجلي لي التغيرات التي تحدث فيها. كلمة للغة وللسماء لللوز. يا ترى ما نوع الحرف الذي دخل على الكلمات؟ ما نوع الحرف الذي دخل على هذه الكلمات؟ أصل هذه الكلمة اللوز، وهذه الكلمة السماء اللغة. يا ترى ما هو نوع الحرف الذي دخل على هذه الكلمات؟
أسمعك جيدا. حرف اللام. أحسنت، اللام الجارة. شكرا لك. يا ترى ما التغير الحاصل عليها بعد دخول اللام؟ ما التغير الحاصل عليها أو الحادث لها بعد دخول اللام الجارة على هذه الكلمات؟ فكري جيدا. هنا تصبح الكلمة للغة، ونقوم بوضع الشدة على اللام الثانية. هنا للوز، ونقوم بوضع الشدة على اللام الثانية. هنا للسماء، وضعنا الشدة هنا على حرف السين. يا ترى لماذا هذا التغير؟ ولماذا لم نضع هنا الشدة على اللام الثانية مثل هذه الكلمة وهذه الكلمة؟ هذا ما سوف نتحدث عنه الآن، فهيا بنا. عزيزات الطالبة، أمامي الآن مجموعتين، المجموعة ألف والمجموعة باء. هيا بنا لكي نرى التغيرات التي تحدث في الكلمات عند دخول اللام المزدوجة عليها. معي كلمة هنا، كلمة زمن. عند إضافة ال التعريف على هذه الكلمة تصبح الزمن. بعد إضافة حرف الجر اللام عليها تصبح للزمن. للزمن، هل لاحظتي معي هذه التغيرات؟ كلمة زمن عندما دخلت عليها ال التعريف أصبحت الزمن. قمنا بوضع الشدة لأن هذه اللام لام شمسية. ثم بعد ذلك، بعد إضافة حرف الجر اللام، قمنا بحذف همزة الوصل، عفوا همزة الوصل، وقمنا بإدغام لام الحرف الجر للام التعريف، وقمنا بوضع الشدة كما هي على الحرف الذي بعد اللام الشمسية. وهنا أيضا كلمة نهر، عند إضافة الألف واللام ال التعريف تصبح النهر، وقمنا بوضع الشدة على الحرف الذي يوجد بعد اللام. أما هنا بعد إضافة حرف الجر اللام أصبحت الكلمة للنهر. للنهر، هنا لاحظي معي قمنا بحذف ال التعريف وبزيادة لام الحرف الجر على لام التعريف، وكتبت الكلمة بهذا الشكل. أما هنا لاحظي معي كلمة ليل. كلمة ليل بدأت بحرف اللام، بعد إضافة ال التعريف عليها أصبحت الليل، وقمنا بوضع الشدة على اللام الثانية. بعد إضافة حرف الجر اللام قمنا بحذف همزة الوصل، وقمنا بكتابة الكلمة كما هي. كل ما قمنا بفعله أننا حذفنا همزة الوصل. هيا بنا نرى هذه الكلمة، لعبة. عند إدخال ال التعريف عليها تصبح اللعب. ثم بعد ذلك، بعد إضافة حرف الجر اللام عليها، نقوم بحذف همزة الوصل فقط كما هو مبين أمامكم. هذه الكلمات العمود ألف بيختلف عن العمود باء في ماذا؟ في أن الكلمة التي تبدأ باللام نقوم بحذف همزة الوصل ووضع الشدة على اللام الثانية. أما في الكلمات التي لا تبدأ باللام مثل هذه الكلمات، نقوم بوضع الشدة على الحرف الذي بعد اللام ولا نقوم بوضع الشدة على اللام الثانية. أتمنى أن نكون قد انتبهنا إلى هذه الجزئية المهمة، وهيا بنا ننتقل إلى جزئية أخرى. إذن تعريف اللام المزدوجة، سجلي عندك لأن لا توجد في الكتاب. اللام المزدوجة هي دخول ال التعريف على كلمة تبدأ بلام. الكلمات التي تبدأ باللام عند إدخال ال التعريف عليها مثل كلمة ليل، هذه الكلمة تبدأ باللام. عندما قمنا بإدخال ال التعريف عليها، لاحظي معي التغيرات التي حدثت. قمنا بإضافة ال التعريف، هذا بالإضافة إلى وضع الشدة على اللام الثانية، على اللام الثانية. لعبة بدأت باللام عند إدخال ال التعريف عليها،
تكتب هكذا، وإضافة الشدة على اللام الثانية. عند دخول لام الجر على اسم مبدوء بلام مزدوجة تحذف همزة الوصل كما ذكرت لك منذ قليل. عند دخول لام الجر نقوم بحذف هذه الهمزة، وكتابة الكلمة هي كما هي، ويعوض عنها بالشدة التي توضع فوق اللام الثانية. هيا بنا عزيزتي الطالبة قومي بكتابة الكلمات التي أمليها عليك الآن، وتأكدي من كتابتها كتابة صحيحة. قومي الآن بكتابة كلمة للون. للون، أحسنت، بارك الله فيك. هل قمت بكتابتها هكذا؟ فكلمة لون هنا قمنا بكتابتها هكذا، ثم بعد إدخال التعريف عليها كتبت هكذا اللون. لاحظي معي التغيرات التي حدثت لها هكذا. كلمة لون بدأت باللام، عند إدخال التعريف عليها أصبحت اللون، وقمنا بوضع الشدة على اللام الثانية. ثم بعد ذلك قمنا بإدخال اللام الجر عليها، اللام الجر، فتصبح للون هكذا كما هو موضح أمامكم. ماذا قمنا وماذا فعلنا؟ قمنا بحذف هذه الألف، نسميها همزة الوصل. قومي بحذف هذه الألف، ثم بعد ذلك قومي بكتابة اللام هي كما هي. ما رأيكم؟ هل الآن أصبحت الصورة واضحة بالنسبة لكم؟ أتمنى ذلك. قومي الآن بكتابة كلمة جديدة. قومي بكتابة كلمة لعبة. كلمة لعبة، أقوم بكتابة كلمة لعبة هكذا. قومي بإدخال التعريف عليها، تصبح هكذا، ولا ننسى أن نقوم بوضع الشدة على اللام الثانية. ثم بعد ذلك نقوم بإدخال اللام الجر على الكلمة، تصبح هكذا. قمنا بحذف فقط هذا الألف، وكتبت الكلمة هي كما هي. الآن أصبحت الصورة واضحة، أتمنى ذلك. هيا بنا نناقش التدريبات داخل الكتاب المدرسي. التدريب الأول، اقرأ الكلمات التي تحتها خط قراءة صحيحة. المطلوب مني الآن هو فقط أن أقوم بقراءة هذه الكلمات قراءة صحيحة. للليمون طعم حامض. للليمون، هل لاحظتم؟ نعم، قمنا بإدخال اللام الجرة وهي اللام الأولى التي يوجد تحتها كسرة، هذه بتسمى باللام الجرة. قمنا بإدخالها على اللام المزدوجة فأصبحت للليمون. كلمة للوز طعم طيب، أيضا قمنا بإدخال اللام الجرة على اللام المزدوجة فأصبحت للوز. كلمة للبن فوائد كثيرة، للبن، قمنا بإدخال اللام الجرة على كلمة على اللام المزدوجة فأصبحت للبن. لاحظي معي أن هذه الكلمات للليمون، للوز، للبن، كل هذه الكلمات بدأت بحرف اللام. ليمون، أصل هذه الكلمة ليمون، وهذه أيضا لوز، لبن. أحسنتم، قمنا بإدخال التعريف على الكلمة في البداية، ثم بعد ذلك قمنا بحذف التعريف، وقمنا بإدخال اللام الجرة على هذه الكلمات. أتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.